دكتورة أفنان المرشدي، راح تقدم اللقاء بعنوان كيف أختار التدخل المناسب لطفلي. أهلا وسهلا دكتورة أفنان. أهلا، السلام عليكم. يعطيكم العافية جميعا على الحضور. طبعا أقدم الشكر أول شيء لجمعية إشراق على أنها وفرت هذه المساحة لنا وللجميع اللي أخذ من وقته عشان يساهم في هذا النقاش. إن شاء الله يكون مثري. يمكن أتحدث أنا شوي وبعدين هناخذ بعض المداخلات بين فترة والأخرى، وبعدها هفتح لكم المجال للأسئلة. إذا تعتقدين أستاذة نبال، إذا تعتقدين نقدر نبدأ الآن فممكن أبدأ. تفضل تفضل يا دكتورة. أوكي، طيب يعطيكم العافية. أوكي. طبعا اليوم حابة أتكلم عن كيف نقدر نختار التدخل المناسب للطفل المصاب أو الطفل المشخص باضطرابات حركة وتشتت الانتباه. ركزت على كلمة طفل لأنه الفئة العمرية اللي كانت في بالي صراحة هي اللي أصغر من 10 سنوات. كل ما كان الطفل أكبر من 10 سنوات كانت الخطة العلاجية إلى حد ما أوضح بالنسبة لنا، وإحنا والأهل نكون على وفاق. بس كل ما كان أصغر يصير أحياناً بعض الاختلاف في وجهات النظر، نبدأ بإيش والأولوية لإيش. وأحيانا تكون أحيانا يكون التدخل مكثف وياخذ وقت من الأهل والطفل. فالخطوة الأولى لاختيار أي نوع من أنواع التدخل لأي اضطراب سواء نفسي أو غيره هو أن نتأكد من التشخيص. لا، لازم يكون التشخيص بالنسبة لنا واضح، ولازم نعرف بالضبط إيش نوع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي موجود، وهل في اضطرابات مصاحبة أم لا. طبعا اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو اضطراب نمائي، ولما نقول إنه نمائي نقصد إنه يوجد من الطفولة المبكرة ويخلق فيه الإنسان. تظهر أعراضه قبل عمر 12 سنة. والاضطرابات النمائية عموماً القاعدة فيها أن تكون أكثر من اضطراب نمائي في نفس الوقت، يعني القاعدة أن يكون في اضطرابات أخرى مصاحبة وليست الاستثناء. فمن ليس المستغرب أنه يكون عندي طفل مشخص باضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، وفي نفس الوقت يكون عنده صعوبات تعلم، وفي نفس الوقت يكون عنده اضطراب قلق. بس حدة كل اضطراب قد تختلف، ومدى تأثيره على الحياة يختلف طبعاً. فمن المهم أن نتأكد إذا هذا اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه فأي نوع من الاضطراب. هل هو تشتت الانتباه فقط، أم هو فرط الحركة والاندفاعية فقط، أم هما الاثنين مزدوجين جايين مع بعض. إذا عرفنا هذه النقطة نحتاج نعرف شدته، هل هو متوسط، ممكن الطفل ياخذ شوية دورات والأهل ياخذون شوية جلسات تثقيفية كيفية التعامل مع الأعراض، ونقول إنه حيمشي فترة من الزمن قبل ما يحتاج ياخذ أي تدخل دوائي، أو إنه يكون متوسط إلى شديد نحتاج إنه نبدأ بالتدخل دوائي مصاحب للتدخلات السلوكية. النقطة الثانية، هل هناك اضطراب مصاحب أم لا؟ الاضطرابات النفسية اللي تجي مصاحبة لفرط الحركة وتشتت الانتباه لا تعني إنها شديدة، لكنها غالباً حتكون مصاحبة. حيكون في اضطراب القلق سواء كان القلق العام أو نوع من أو أحيانا يكون القلق الاجتماعي. حيكون عندنا الاضطرابات الأخرى المصاحبة بدرجة كبيرة هي صعوبات التعلم، وعندنا كمان بعض التأخر في القدرات العقلية قد يكون مصاحب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ومن ناحية غير نفسية فالاضطرابات العضوية المصاحبة أو نشوفهم مع بعض يجون كثير، اللي هو اضطراب صرع أو تشنجات، وبالتالي اضطرابات الحركية الحركة اللا إرادية زي التيك ديس أوردرز ولا التوريت. وبالتالي نحتاج أن ناخذ تصور شامل عن وضع الطفل الصحي والنفسي، عن تاريخ الأسرة، إذا في أي اضطرابات في القلب، إذا في أي تشنجات من قبل ما يبدأ الخطة الدوائية.
أو عفوا الخطة العلاجية سواء كان دوائية أو غيرها. اللي يصير كثير إنه الأهالي يجون يقولون الولد ما ركز، أو خلينا نقول البنت ما تركز والولد حركته كثيرة، فنبغى نعطيه دواء. عشان نقدر نعطيه دواء لازم ندخل نبدأ من البداية ونتأكد هل هو اضطراب فرط حركة شتت انتباه، هل هي مشاكل سلوكية لها علاقة بأشياء أخرى، هل في ضعف في القدرات العقلية. وممكن الأهل يتضايقون إنه الطبيب أو الطبيبة ما أعطوهم دواء من أول جلسة. والحقيقة إنه في أوضاع كثيرة ما نقدر نعطي دواء من أول جلسة، لأن نحتاج إن نتأكد من التشخيص. لما أقول نتأكد من التشخيص يعني لازم أروح أرسل استبيانات المدرسة تعبي لي إياها، وأتأكد إن الأعراض موجودة في البيت والمدرسة إذا كان الطفل يدرس، إذا كان الطفل عنده معلم أو معلمة خاصة في البيت تحتاج المعلم أو المعلمة يعطوني وجهة نظرهم، لأنه وارد إن الأطفال ما يتفاعلون مع أهاليهم في التدريس. يعني جدا وارد إن الطفل ما يبغى يقعد مع أمه، ولا ما يسمع لها، ولا ما يحل الواجب لما هي معه، بس لما يكون في معلم أو معلمة إذا ما كان في فرط حركة وشتت انتباه الوضع حيكون جدا مختلف، فبالتالي يحتاج وجهة نظر الناس الثانية. وإذا قال لي مثلا الأهل إنه والله في مشاكل في القلب في العائلة، أو حصلت لا سمح الله وفيات مبكرة قبل عمر 45، فنحتاج أوجهه لدكتور قلب بس، أو إذا كنت في مستشفى كبير أسوي له تخطيط قلب بس أتأكد أن وضع القلب كويس عند الطفل. لما نتأكد من التشخيص فالخطة العلاجية دائما لازم تكون خطة متكاملة. العلاج الدوائي الأغلب هو الأساس لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة، لكنه ليس العلاج الوحيد. فيه أشياء كثيرة الدواء ما يعالجها. دواء يساعد الطفل إنه يقعد يهدى شوية ويركز يفكر قبل ما يسوي، قبل ما ينفعل أو قبل ما يعطي ردات فعل، لكن الدواء ما حيخلي الطفل ما يخاف، والدواء ما حيزيد ثقة الطفل في نفسه، والدواء ما حيوخر العناد إلى درجة كبيرة. فهذه الأشياء كلها تحتاج جلسات علاج سلوكي معرفي، أو عفوا جلسات تدخل سلوكي بغض النظر عن نوعه. ومن المهم جدا بالعمر الأقل من 12 سنة أن التدخل ما يكون للطفل نفسه، يعني ما أخذ الطفل وديه عند الأخصائية وأقول يلا اشتغلوا عليه. الحقيقة الأخصائية أو الأخصائي ما يقدرون يشتغلون على الطفل لوحده. التدخل يكون للأهل، كيف يقدرون يساعدون طفلهم، نعطيهم مجموعة من المهارات لنقل 100 مهارة. إذا من 100 مهارة هذه استفادوا من 10، خلاص بنمسك بالعشر هذه وبنستمر نستخدمها لتطوير مهارات الطفل وتطوير مهاراتنا احنا كمان كأهل. تيجي النقطة الثانية، كثير من الأطفال يجون بالعيادة يكونون مثلا عمرهم 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات وقاعدين ياخذون أدوية. مثلا نطلب من الأهل نغير الدواء ونعطيهم دواء آخر فنشوف شوية تحفظ. الحقيقة إن أي دواء يعطى للطفل أقل من 6 سنوات بحجة أنه دواء معالج لفرط الحركة وتشتت الانتباه هو ليس دواء أساسي، هو مهدئ أو أكبر المهدئات هذه هي الريسبريدال. فالريسبريدال هو مهدئ يعطى زي ما نسميه بمسؤولية الأهل وليس بناء على الأدلة المبنية على البراهين. الأدلة المبنية على البراهين لا تثبت أي يعني ما أثبتت أمان الدواء بعمر أقل من 6 سنوات. فلما نعطيه للأهل نعطيه الأعراض العصبية والاندفاعية وإيذاء الذات فقط لا غير، يعني ما أعطي عشان الولد يقعد ولا أعطيه الدواء عشان يركز، أعطيه إذا كان يؤذي نفسه وعنده انفعالات شديدة فممكن نعطيه الدواء بجرعة صغيرة جدا جدا ما تزيد عن 1 ملغرام لأي طفل أقل وزنه أقل من 20 كيلو. والهدف فقط الحل الانفعالات هذه على بال ما العلاج السلوكي المعرفي عفوا عبال ما العلاج السلوكي تعديل السلوك يساعد الأهل في التحكم بهذه التصرفات. ففكرة إنه أبقي المهدئ لبعد عمر 6 7 سنوات ما لها أي أساس علمي في حال عدم وجود الانفعالية الشديدة، وفي حال إنه الطفل وصل لعمر أقدر أبدأ على الدواء الأساسي اللي هو عائلة الميثالفنيديت والأتموكسيتين. هل الطفل اللي ياخذ مهدئ أقدر بس أعطيه المهدئ وأقول له خلاص روحي بيتكم؟ الحقيقة لا، أي طفل يبدأ على ريسبريدال لازم نبدأ بجرعة صغيرة جدا جدا. قبل ما نبدأ بالجرعة الصغيرة جدا هذه أو أول ما نبدأ بالجرعة هذه نسوي له تحاليل شاملة
من ضمنها نتأكد من الوزن، الطول، الكبد، هرمون الحليب، والسكر التراكمي. حيصير في متابعات كل 3 شهور لهذه التحاليل، كل متابعات للوزن، لأن من الأعراض الجانبية للمهدئات هذه أنها تزيد الوزن، تزيد، قد تسبب السكر عند بعض الأطفال، ومو واضح إذا السكر هذا يروح ولا لا. بعض الأطفال يروح بعد ما يوقف الدواء، بعضهم لا، صراحة الأغلب اللي أشوف أنه يروح. قد يسبب ارتفاع في بعض وظائف الكبد وهرمون الحليب مرة ثانية يعني إذا وقفنا الدواء يروح. لكن يمكن الشيء الأكبر مؤثر أنه يسمن الطفل، إحنا ما ودنا الأطفال يكونوا مسمنين بالعمر هذا. لما يوصل الطفل للعمر المناسب لبدء الدواء الأساسي لفرط الحركة وتشتت انتباه، فوقتها ندخل في النقاش مع الأهالي، هل والله الأعراض الأساسية هي اندفاعية وقلة تركيز وفرط في الحركة، هنا ما يقعد مكانه وما عنده أي أعراض قلق، فأنا ممكن أبدأ بكونسيرتا ولا ريتالين. إذا والله أخذهم الطفل وقال إنه لا، الأهل قالوا لا خلاص لاحظنا إنه صار ضايق صدره، أو إنه لا سمح الله عنده تشنجات، أو طلعت له حركة لا إرادية وإحنا ما نبغاها ما نتحملها، فإحنا نروح للخيار الآخر. الخيارين ممتازين جيدين، فعالية واحد تختلف عن أفعاليتهم، يختلفون على عن بعض من ناحية إيش أقوى على التركيز وإيش لا، لكن هم أدوية، هم علاج، ولا يسببون الإدمان للناس اللي يحتاجونهم. وزي ما قلنا قبل، يعالجون تشتت الانتباه والاندفاعية وفرط الحركة، لكن ما يعالجون الأعراض المصاحبة. أوكي، اخترنا الدواء، الوضع تمام، كيف طبيعة المتابعات؟ الحقيقة أن المتابعات حتكون جدا مهمة، لأن ممكن ما تظهر السلوكيات أو المشاكل السلوكية تكون تحت التحكم في البداية، بس لما يكبر الطفل تبدأ بعض الاندفاعية، أو تزيد عفوا بعض الاندفاعية، يزيد التشتت، تزيد الثقة في النفس، قد تتأثر، وبالتالي نحتاج أن نتابع كل 3 إلى 6 شهور ونشوف مدى الحاجة إلى التدخل النفسي غير الدوائي كإضافة، يعني غير البرنامج اللي تسوي الأهل في البداية. إحنا ممكن نسوي برنامج بعد كذا للطفل نفسه، كيف يعزز ثقته بنفسه، كيف يتعلم مهارات التنظيم، يخفف من القلق أو أعراض القلق إذا كانت موجودة. في الأساس في علاج اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، هو إنه التدخل زي ما نسميه ديناميك، يعني كل فترة وفترة بنقعد نراجع اللي إحنا نسويه، ونراجع مدى الفائدة ومدى استفادة الطفل من التدخل، أو الحاجة لإضافة شيء جديد. تقريبا هذا اللي عندي إلى الآن، حابة أسمع أسئلتكم وبعدين ممكن نكمل الجزء الثاني. أستاذ نبال، إذا في أحد حاب يسأل. الحين معنا عبير، تفضلي عبير، حابة السلام تشاركين. عليكم. هلا والله، عليكم السلام ورحمة. أنا عندي طفل عمره 7 سنوات شخص بفرط الحركة وتشتت الانتباه، مع التشخيص إنه الإدراك عنده أقل من عمره. هذا طبعا اكتشفناه في أيام الحجر، بعدين سوينا جلسات تخاطب وظيفي أشياء زي كذا، ما في فايد، ما شفت أي تغيير. بعدين بعد فترة صار عنده زي تشنج، رحنا دكتور مخ وأعصاب، لقينا فيه كهرباء عنده. بعدين كتب له أول شيء، كتب له سبيريدال اللي أنت قلتي عنه، أعطاه أول شيء جرعة واحد. بعدين صار عنده أعراض زي الارتخاء في العضلات، زيادة التبول لا إرادي، اللعاب صار ينزل أكثر من أول، ما يقدر يتحكم فيه. بعدين قلل الجرعة، خلى نص مرة واحدة في اليوم، وعطاه علاج أكيرا أو شيء حق التشنج، نسبة 1 ملي، وتونا بادين فيه. هذا الشيء الحين مع الإجازة اللي راح نصير فيها 2 شهر كاملة، هذا العلاج لازم أنا أبدأ معاه في جلسات تطور أكاديمي عشان يعلى الإدراك. وإيش الحل؟ إيش أسوي؟ أول شيء يعطيك العافية، يعني أنا ما أقدر أعلق على زملائي إيش خطتهم العلاجية، لكن ماني فاهمة منك الحين، هو ياخذ تدخل، عفوا هو شخص باضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، أم بيتأخر بالقدرات العقلية؟ تأخر كلها ذهني. مع بعض، هي أوكي، تمام. التأخر الإدراك هو اللي مسبب له فرط في الحركة وتشتت الانتباه. طيب تركيزك على الأمور الأكاديمية
دخلت الترم الثالث تقريبا مونتسوري، حسيت انه في تحسن، في اكتساب مهارات مع العلاج هذا شوي، يعني حسيت انه مع الهدوء هذا هداه شوي، صار يستوعب اكثر، صار تواصل بصري اكثر شويه، في تواصل بصري، اول ما كان في تواصل بصري، عنده الحسي، عنده الاحساس الحسي هذا، الحساسيه في اللمس والاشياء اللي يلمسها ويحطها في فمه يتحسسها، عرفتي كيف؟ هو عبير، يمكن تحتاجين ترجعين للطبيب مرة ثانية أو تروحين لطبيب آخر إذا حابة، بس يشرح لك بالضبط إيش الخطة العلاجية. لا أعتقد إنه التركيز حيكون أكاديمي الآن، بكثر ما إنك تحتاجين، إذا كان في فرط حركة وتشد الانتباه يحتاج تدخل دوائي، فالريسبريدال ليس علاج، عمره 7 سنوات يقدر يأخذ دواء. طيب إيش العلاج الدوائي يعني اللي راح يأخذه؟ لا لازم عاد لازم الطبيب يتابعه ويقول له، لأنه عنده تشنجات، أعطاه هو فالأفضل أنه أعطاه دواء التشنجات. ممتاز. دواء التشنجات شيء، والأدوية دواء فرط الحركة هل هو كونسيرتا ولا استراتيرا المناسب للتشنجات حيكون شيء آخر. فالمهم أنه نحدد شدة التشنجات، درجة التأخر الإدراكي، وإذا في تفير في لغة ولا ما في لغة، إذا بناء عليها نحدد ايش الدواء اللي بنعطيها، هل بنعطي استراتيرا، هل من الريتالين، يعني تحتاجين دكتور نفسي يقعد معاك يفصلها من هذه الناحيه. من ناحيتك انت، يمكن لو كنت مكانك ما حركز على الاداء الاكاديمي بالشهرين دي، حركز على تواصله مع اطفال اخرين، قدراتهم العقليه جيده، وتدخل مكثف للتخاطب على قبل الفتره هذه. تمام، لأنه أنا دخلت منتسوري، لأنه هو منتسوري تمهيدي يعني مو بعمره، هو مفروض أولى ابتدائي. صحيح، دخلت منتسوري عشان التواصل. عمريا أولى ابتدائي، لكن عقليا ما تعرفين كم، فما في داعي، يعني مو بلازم ندقق على التاريخ. صحيح، نركز الحين على التخاطب وتواصل مع الأطفال الآخرين، سواء دار ضيافة ولا تمهيدي أو أي شيء، بس التخاطب حيكون شيء أساسي في الوقت الحالي. صحيح، يعني الطفل اللي ما يتواصل لغويا، سواء لغة لفظية أو غير لفظية، الطفل اللي ما يتواصل لغويا كيف نتوقع أنه حيكون هادي؟ بالحقيقة أن الطفل ما حيصير هادي، حيقعد يتحرك، حيقعد يدور، ممكن يعصب كثير ويتوتر لأنه مو قادر يعبر عن مشاعره. هل أقول على طول أن هذا الطفل عنده فرط حركة شتت انتباه أساسي، أم أقول لا والله عنده اضطراب لغة نمائي يحتاج أعالج هذا الاضطراب أول وبعدين أقيم؟ طيب الحين، لأن المدارس اللي عندنا العادية، ما مو كل المدارس تدخلهم، صح؟ يعني أنا يا رب ما يكون معانا أحد في التعليم، بس أنا أقول يعني يقضوا حاجاتكم بالكتمان. هذا هي، لأنه من يشوفون عمره يقولوا لا ما ندخله تمهيدي، لا أولى ابتدائي، لا ما أدري إيش، يعني يحطون 1000 عذر وعذر. المدارس ممكن، لكن إذا رحتي للتعليم، التعليم جدا متعاون، رئاسة التعليم رائعة متعاونة، وعندهم مركز لقياس وتقييم، يقيم الأطفال من ناحية القدرات الذهنية ويحدد بالضبط وين مكانهم المناسب بالحارة حقتكم حتى، يعني ويعطيك توجيه للحارة هذه اللي تبغى مسح حكومية. تمام، مدارس الأهلية في الأغلب أنها ما تعلق. الله يعطيك العافية، مشكور حبيبتي. يعافيك يا رب. دكتورة أفنان، حابة تكملين ولا ناخذ مداخلة ثانية؟ ممكن ناخذ كم مداخلة بعدين نتكلم عن الأدوية. طيب، معنا الأخ خالد الزهراني، تفضل استاذ خالد. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله. اول شيء يعطيكم العافية ومشكورة جمعية الإشراق على استضافة الدكتورة. دكتور، انا عندي ابني عمره تسلمي. دكتور، انا عندي ابني عمره 5 سنوات، مشخص بفرط الحركة وتشتت انتباه، ومصاحب له تأخر في النطق واندفاعية شديدة. في البداية كشفنا يعني عنده استشاري نفسي أطفال، وحدد لنا أنه لازم نروح مركز وعلاج سلوكي وتخاطب. بعد 3 شهور رجعنا له مرة ثانية وقالنا لازم نبدأ علاج، فبدأنا له علاج اسمه أربي برازول، ما أدري هذا اسمه التجاري ولا العلمي، بس إن إحنا بدأنا عليه تقريبا من 2 شهر. بدأت أحس أن الولد حركته هديت شوية، بدأ يستجيب للأشياء البسيطة، يعني مثلا يلبس الشوز وانتي بكرامة، أو يلبس التيشيرت تبعه، يلبس ملابسه. بس المشكلة اللي بواجهها الأيام هذه هو رفضه التام للمركز وللروضة. أنا مدخله روضة الصباح
وفيها يعني معلمة تربية خاصة بتعطي له بعض التمارين البسيطة، وفي المساء بوديه مركز للتخاطب وللعلاج السلوكي. بس الأيام هذه العصبية زايدة عنده بالدرجة أنا ما أقدر أسيطر عليه، فأنا ما أدري هو هذا عارض للدواء ولا مثلا شيء جديد طرأ عليه. كم له ياخذ الاريبيبرازول او الابلفاي؟ من شهر رمضان، من نهاية رمضان تقريبا، بدأنا بربع ملي جرام مرتين، بعدين رفعناه نص، بعدين 0.75، والحين 1 ملي. هذا ريسبريدال يعني، مو باريبرازول؟ لا اريبيبرازول، الريسبريدال ما اخذناه. اوكي. طيب بعض الاطفال سواء كانوا اطفال او كبار، البعض يتحسس من الاريبيبرازول بانه يجبر توتر، فيمكن هذا بعض الاعراض، يعني هذه يمكن هذا من الاعراض الجانبيه تحتاج توزنها، ترجع لطبيبك وتوزنها، وقبل ما تروح لطبيبك يعني تقعد مع زوجتك وتشوفوا اي جرعه كانت مناسبه. متى بدات تظهر هذه الاعراض؟ هذا رقم واحد، على افتراض ان التوتر ذا بسبب الدواء، يعني عرض جانبي للدواء. الاغلب اذا الطفل غير ناطق، فاحنا الاشياء البديهيه احنا نشوفها، اي طفل غير ناطق او عنده تاخر في القدرات العقليه نشيك على 5 اشياء، هذا اللي علمونا اياها بالجامعه. شيك اذنه مو ملتهبه، حلقه مو ملتهب، اسنانه مو ملتهبه، بطنه ما يوجعه، والله يكرمك ما عنده بول، الله يكرمك ما في ريحه. تمام. طفل غير ناطق وبطنه قاعد يوجعه، اذنه توجعه، او عنده عرض عضوي، ما حيتواصل، بس ممكن يبدا يصيح يضرب. نتوقع انكم انتم تعرفون تفهمون اللي فيه. احنا نشيك على الاشياء العضويه اول، نتاكد انه ما في فعلا مشكله عضويه، وبعدين نمشي بعدين نطالع في الدواء. هذا نقطه. النقطه الثانيه، ما تحس انه كثير عليه كل هذه التدخلات؟ يعني يروح في الصباح مكان وفي الليل مكان. طيب انا اقول لك دكتوره، وقال لي اول شيء الاستشاري اللي متابع معه قال لي لازم برنامج مكثف يعني، او لازم تدمجه مع اطفال كمان. فالروضه اللي حطيته فيها لقيت فيه مدرسه تربيه خاصه بتعطيه بس تمارين بسيطه اللي هي الالوان او الاحجام والاشكال زي كذا يعني على خفيف. في المساء تخاطب وعلاج سلوكي. ولازم يروح يوميا للاثنين؟ ايوه بودي كل يوم للاثنين، للروضه ايوه للاثنين. هو كثير علي وكثير علي، بس انت ايوه. في مراكز توفر الكل، توفر الثلاثه اشياء او الاربعه اشياء مع بعض. هذه مشكله يا دكتوره بعد ابنك، بس هذه كمان مشكله يعني في المدن اللي ما هي كبيره، مش زي العاصمه او جده، المدن الثانيه الطرفيه وزي كذا، احنا نعاني من قله المراكز عوضا عن يعني وجودها اصلا. يعني في الطائف يعني مثلا يا دوب هو مركزين تقريبا اللي موجود فيها الخدمات هذه. اوكي. المشكله لانه يحتاجها، فيمكن تفكر ايش اللي يعني اذا قلنا انه ما في مشكله عضويه ولهم عرض جانبي للدواء، ما احتاج اقلل جرعات الدواء، فيمكن يكون كثير عليه، فنبدا نعاد نسدد ونقارب ونوازن، هل يحتاج يروح للحضانه او ممكن انه الحين احنا اجازه وفي جمعه اهل فنخلي تواصله مع الاطفال الاخرين في العائله، ونسوي نفس الشغل اللي تسويه الحضانه بالبيت، ونعتمد على التخاطب وتعديل السلوك. هذا خيار. اعتقد التخاطب وتعديل السلوك حيكون جدا اساسي، التواصل مع اطفال اخرين اساسي، بس هل لازم يكون في الحضانه بالفتره هذه دامها اجازه؟ والله الغالب في الحضانه الاطفال موجودين يعني، بس في العائله بيكون صعب ان احنا نتجمع وزي كذا يعني. ممكن تحاول شوي تقلل الايام، تخليها يومين في الاسبوع يروح الحضانه بدل ما يروح يوميا في الفتره هذه. طيب تمام، الله يحفظكم يا رب. تسلمي، شكرا. نكمل دكتور افنان لحد ما يكون الاتصال كويس، الشبكه تزين عندك. تمام. طيب نشوف النقطه الاخيره اللي بنتكلم عنها، اللي هي الأدوية أو العلاجات الدوائية لفرط الحركة وتشتت الانتباه. بالسعودية إحنا عندنا دوائين أو مجموعتين فقط أساسيات للدواء للعلاج الدوائي، وعندنا بعض الأدوية الثانوية وليست الأساسية، ممكن تكون متوفرة في بعض المستشفيات الحكومية ونقدر نستفيد منها. تحديد إيش الدواء الأساسي وإيش الدواء الثانوي يعتمد طبعا على الأدلة والبراهين. فالأدلة والبراهين تقول لك أول خيار اللي هو الدواء الأساسي هيكون مجموعة الميثالفنديت اللي هو يجي كونسرتا وريتالين. بعدين إذا لأي سبب من أسباب الطفل ما استجاب للخيار الأول، أو كان عنده مشاكل بالقلب، كان عنده تشنجات، كهرباء بالمخ، ما نقدر نعطيه الدواء الأول، فإحنا نروح للمجموعة الثانية.
الموجودة في السعودية اللي هي أتموكستين اللي هي استراتيل. إذا قلنا إن مجموعة ثانية ما استفاد منها الطفل أو يعني ما أدت النتيجة المرجوة، فإحنا نروح للمجموعة الثالثة اللي في الحقيقة أداءها على التركيز ليس بالجيد، ولكن قد تساعد في فرط الحركة، وموجودة في بعض القواعد أو بعض الجايدلاينز زي القواعد المبنية على البراهين اللي ترجمتها جمعية إشراق. فإحنا ممكن نستخدم جوانيفيسين، موجود هذا في التخصصي جون هوبكنز ويمكن الحرس، وإحنا نقدر نتلاعب كيميائيا بالكلونيدين نخليه يشتغل كأنه جوانيفيسين. وكمان وجود البروبيون أو الولبترين، وغالبا الولبترين ينعطى للكبار ما ينعطى للأطفال الأصغر، لكن الجوانيفيسين أو الكلونيدين ممكن نعطيه للأطفال الأصغر. طيب الدواء الأساسي اللي ممكن نقول، أو الدوائين الأساسيين اللي بيفيدون تقريبا إلى 70% هم مختلفين كيميائيا عن بعضهم. فلما أقول للأهل مثلا نحط الطفل كونسيرتا ولا ريتالين يروحون يقرون يقولون إن مثلا فلامديت فهي أحد المواد المخدرة، فالحقيقة هو ليس مخدر، الدواء مو من المخدرات. هل المادة العلمية أو المادة الكيميائية تستخدم في تكوين المخدرات؟ نعم قد تستخدم في تكوين المخدرات. هل إذا إنسان ما عنده فرط حركة وتشتت انتباهه وأخذ كونسيرتا هل ممكن يسبب له إدمان؟ نعم قد يسبب له كمان أعراض جانبية، وقد تكون أعراض شديدة. عشان كذا هو دواء مقيد، لما أقول مقيد ما ينصرف إلا بوصفة طبية، وينصرف أكبر كمية ممكن تعطى هي 3 شهور، ولا يوجد في كل المستشفيات. المهم إنه المتابعة تكون كل 3 شهور. ما نقول متابعة كل 3 شهور مثلا بس عشان نتابع الأهل، في الحقيقة إحنا نحتاج إن نتابع الطفل كل 3 شهور، لأن الجرعة قد تتغير بناء على وزن الطفل، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، قد أضطر إني أقلل الجرعة أو أعطي إجازة من الدواء من الكونسيرتا أو الريتالين إذا كان الطفل مو قاعد ينمو، مو قاعد يطول، مو قاعد يأكل. الأساس إنه ما نعطي إجازة من الدواء، الأساس إن الدواء ليس مساعد دراسة، أساس إن الدواء هو علاج للحياة فلازم يأخذه دائما. لكن في بعض الأحيان إذا كان الطفل وزنه مو قاعد يزيد وزنه، شهيته صايرة سيئة، نفسيته سيئة، فممكن أعطي إجازات من الدواء مثلا كل خميس وجمعة ولا بس كل جمعة. الاستراتيرا الجهة الثانية، يعني الاستراتيرا مفيد، ولكن الاستراتيرا جرعته تراكمية ليس دواء مقيد، ما يسبب الإدمان. عيبه الوحيد إن جرعته تراكمية، فأحتاج أخذه في فترة طويلة من الزمن عشان أشوف فائدة. فاختيار أي دواء يعتمد على وضع الطفل وعلى المتوفر صراحة، والمتابعة جدا مهمة. فكرة إن الطفل يستمر زي ما قلنا على روسبريدال غير يعني ليست مبنية على الأدلة والبراهين إذا ما كان في عنف شديد. فكرة إنه يأخذ أي دواء ثاني، في بعض الأدلة تقول أدوية أخرى، في أدلة ثانية تقول لا والله بس ال5 أدوية هذه المذكورة في كتيب إشراق. في المتابعة بتلاحظون أنه مهم، وعلى الأقل الناس اللي يجون لأطباء متعاونين مع جمعية إشراق بيلاحظون. نحن دائما نقول لكم يلا ادخلوا موقع جمعية إشراق وحملوا استبيان الأهالي وحملوا استبيان المعلمين. مهم جدا أن نحمل الاستبيان هذا، مهم جدا أني أشوف وجهة نظر المعلم لمدى فائدة الدواء مع الطفل ومدى تحسنه. الاستبيان ما يقول لي بس عنده تشتت ولا ما عنده تشتت، يقول لي إذا عنده تشتت ما عنده تشتت، عنده قلق، عنده اندفاعية، عنده صعوبات تعلم. الاستبيان يعلمني إذا المعلم نفسه شاف فائدة من الدواء أم لم يرى أي فائدة من الدواء. طبعا مو دائما باخذ رأي المعلم بعين الاعتبار، لأنه أحيانا يكون في 40 طفل في الفصل، ففكرتني إني أركز على طفل واحد هتكون صعبة، لكن رأيهم جدا مهم في حال أنهم تذكروا الطفل أو كانوا منتبهين معه. الأهل كمان نفس الشيء، نحتاج أنهم يعبون الاستبيان. أحيانا أشوف الأب ويشوف الأعراض، الأم ما تشوفها، الأم ممكن تكون قاعدة في البيت أكثر من الأب، فأنا بعتمد على كلام الأم، ليس تقليلا من كلام الأب، لكن هي اللي قاعدة معه، فربما الأعراض اللي يشوفها الأب هي سلوكية أكثر من أنها ناتجة عن فرط الحركة وتشتت انتباه.
فهذا الشيء أنا اللي النقطتين اللي حبيت نناقشها، الدواء مهم ولا يسبب الإدمان، وثلاثة أدوية الأساسية اللي إحنا نتكلم عنها هم ستراتيرا، كونسيرتا، وريتالين. أدوية ثانوية قد تكون والبترين، كلونيدين ولا جوانفسين، حالات نادرة جدا جدا وبجرعة صغيرة. الريسبريدال المتابعة مهمة كل 3 شهور إلى 6 شهور، ومن ضمن المتابعة المقاييس اللي يعبونها الأهالي والمعلمين. تقريبا هذا اللي عندي الآن، فحفتح المجال للأسئلة. اللي حاب يسأل يتفضل، أفضل إنه ما يعني ما نسأل تعليقات، عفوا إنه ما ندخل كثير بالأعراض الجانبية لبعض الأدوية. يمكن إذا في أسئلة يعني توعوية أكثر نبدأ فيها، وبعدين عاد نخليها بأسئلة، بعدين نروح عفوا للأسئلة الخاصة بكل عائلة. قاعدة أشوف في كم سؤال توعوي جاني على المسجز، ما أعرف إذا ممكن في اضطراب disorder عندك سؤال ممكن تسألين. مين كمان؟ ال تفضل. طيب أبو هيثم، هل ممكن تعطيني ملخص سؤالك عشان أسأل أنقل للدكتورة أفنان؟ الملخص حاب تكتبه؟ الملخص سؤالين فقط. تفضل. السؤال الأول الآن أيوة، الولد يأخذ العلاج الريسبريدال وبدينا في تخفيض الجرعة، هل في حال نزلنا الجرعة إلى تقريبا نص ملي ما له تأثير من 2 ملي إلى نص ملي، بالرغم أنه لاحظنا يعني تحسن كبير خلال 8 أشهر؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، طيب خلني أنقل هذه الدكتورة أقولها الحين. الابن ياخذ الدواء الريسبيدال، تسمعيني يا دكتوره فنان؟ ايوه اسمعك تفضلي. هل في تحسن لو خفضوا الجرعه الى نص ملي؟ هذا سؤالك. كم عمره؟ كم عمره يا 7 سنوات الان. عمره 7 سنوات. العمر 7 سنوات، اذا تشخيص فرط الحركه وتشتت انتباه مثبت فلا داعي للريسبريدال، يعني ممكن يبدأ الدواء الحقيقي لفرط الحركة وتشتت انتباه. بس في تحسن يا دكتورة، في تحسن من الريسبريدال، وغالبا يحسب يعني كل ما قلت الجرعة كل ما كان أفضل، ونفضل لنا ما نزيد عن 1 إذا كان وزنه أقل من 20. وزنه 28، هو بس يهدي، ما حيخليه يركز ولا حيخفف. هذا سؤالي الثاني يا دكتورة. فإذا عمره 7 سنوات يقدر، يمكن هذا الوقت المناسب إنه يبدأ على الأدوية الأساسية لفرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب السؤال الثاني ممكن يا دكتور، بعد استخدام العلاج أثناء مراجعة بعض الدروس؟ لا أبو هيثم. أي. الحين أعطيك السؤال الثاني يا دكتورة، ثواني. يا أختي الكريمة. تفضل. بعد استخدام العلاج الريسبيدال صار عند مراجعته للدروس ما في مرة نهائيا تركيز، بالرغم أنه قبل العلاج كان يركز، بالرغم أنه عنده تشتت، لكن إذا أعطيته يعني زي مقطع أو أحرف قلت له أحفظها وراجعت له مرة خلاص، بعد العلاج صار يتهرب ما يبغى أي مراجعة للدروس. هذا السؤال الثاني، وشكرا لك يا أختي الكريمة. العفو. تعليقه أنه بعد الريسبيدال أصبح التركيز عنده في الدراسة أقل من السابق، هذا حاب يستفسر. أيوة، لأنه الريسبيدال مهدئ. لما أقول مهدئ، إحنا نستخدم العرض الجانبي اللي هو يخلي الطفل ينام يعني، فأكيد حيكون مدروخ، فأداءه الأكاديمي ما حيكون جيد. أفضل أن نقلل الجرعة وتستشير الطبيب مرة ثانية على الدواء المناسب. يعطيك العافية دكتورة. حابة أضيف شخص آخر؟ ممكن نأخذ تدخلين إضافيين وبعدين أنوار. تفضلي أنوار. هلا والله، عليكم السلام، كده أسمعك. كويس. أنا أم لطفل عمره تقريبا 4 سنوات، عنده ADHD.
طبعا لما كان عمره 3 سنوات حسيت انه حركته مره زايده، حسيت انه في حاجه ما هي طبيعيه، يعني الحركه زايده، البيبان يفتحها ويقفلها، اللمبات يفتحها ويقفلها، فالموضوع يعني كان بالنسبه لي تعب نفسي جدا. المهم ف اختي عرضت علي اني انا اودي عند معهد اطواره، طبعا هذا معهد مختص ب يعني ذوي صعوبات التعلم، في عندهم معلمات، في عندهم مدرسات رياض أطفال يقدروا يعلموا الأطفال اللي عندهم توحد وعندهم أي اضطرابات سلوكية. أيوة. المهم فالحمد لله يعني بفضل الله رحت وديته، طبعا البروفيسور محمد العوفي في المدينة المنورة جدا فادني في هذا الموضوع، شافه وتقريبا كتب له 20 جلسة، الجلسة الواحدة تقريبا 45 دقيقة، فربي لك الحمد والشكر. يعني عارفة أنا أكثر حاجة لاحظتها فيه الحركة الزايدة أكثر من تأخر الكلام، ولكن طبعا هم حسنوا التواصل كثير عنده ربي لك الحمد والشكر، فصار الحمد لله بعد الجلسات هذه صار التركيز أكثر، صار التواصل أكثر، صار ياخذ ويعطي معايا، صار الحركة أقل. يعني الدكتور للأمانة هو ما شخص لي ابني بـ ADHD، ولكن هو قالها بطريقة غير مباشرة أو ما كتب لي أي أدوية، قال لي هو عنده اندفاعية، هو عنده هيجان، نصحني بكذا شيء إني أنا أروش مثلا مرتين في اليوم إلى مرة في الأسبوع، لابد إنه أودي مكان يخرج طاقته فيه، في البيت مثلا لازم يكون عنده مراجيح، لازم يكون عنده ألعاب زحاليق زي كذا. المهم دحين تقريبا عمره 4 سنوات، فهو KG2. طيب إن شاء الله يعني أيوة إن شاء الله حابة إني أنا أدخله. لما دخلته طبعا مدرسة خاصة، طبعا ما قدر انه هو يجاوب على الأبلة، بالرغم من انه كل الأسئلة اللي هي سألتها هو ولدي يعرفها، وانا يعني أسأله هو يجاوبني، فهمتي؟ طبعا المدرسة ما رفضت يعني بطريقة غير مباشرة، ولكن هي قالت انه خلي الولد يجي تقريبا 24 ساعة، يعني يوم كامل يداوم واحنا نشوف. عموما مالك في الطويلة، أنا هذا الشيء يعني بالنسبة لي كأم ويعني منفصلة ويعني المسؤولية عليا، الشيء هذا يعني أحبطني، يعني خوفني للأمانة. أيوة. وبالرغم من إنها مدرسة خاصة يعني، فعموما أنا هذا الأسبوع بحاول معاه، يعني بحاول معاه أقول له يعني بعلمه إنه المدرسة شيء جدا مهم، وإنه أنت لازم تدخل وتتعلم، ولازم الأسئلة اللي تنطرح عليك لازم تجاوبها، لازم ما في يعني استهبال في الموضوع. فبس أنا حابة مداخلتك. يعني أول شيء يعني صراحة أشكر الطبيب اللي أنت رحتي له أو المختص اللي أنت رحتي له، ما شاء الله تبارك الله باين مرة إنه هو فاهم. أيوة الحمد لله. وأنت دليل أن التدخل السلوكي يفيد. نعم يعني يفيد جداً. يعني أنا بقول الكلام هذا وما أقاطعك عزيزتي، لكن أنا أقول الكلام هذا أنا عارفة معاناة كل أب وأم عندهم يعني أطفال ADHD، وإحنا من جد يعني نفسي يكون عندنا كده جروب، عارفة الفيزيكال جروب، الجروب النفسي هذا، نفسي كده نتكلم عن معاناتنا، لأنه فعلا الموضوع يعني حتى يمكن من قريب كنت مقررة أروح دكتور نفسي أحكي له عن معاناتي، لأنه جدا أنا يعني تعبانة نفسيا، حتى خرجت من دوام، يعني كنت موظفة خرجت عشان يعني أركز يعني معاه، لازم يعني educated him، فهمتي؟ ف يعني الله يجزاه خير، الله يجزاه خير. أنا عارفة إن هو ADHD، بس هو ما قال هدية، قال لي مع كل هذه الوسائل اللي انت بتساوي له هي راح يتحسن معاكي، وان شاء الله تجيني وعمار في الجامعة، تبشريني انه هو إن في الجامعة يعني. بس ان شاء الله ان شاء الله. هي الفكرة، هل فعلا عمار يحتاج تدخل دوائي تحت لا 5 سنوات؟ لا لا، اي طفل تحت عمر 5 سنوات من النادر جدا 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 نستخدم التدخل الدوائي، التدخل السلوكي هو المهم، لكن مو بالكل
يصدق أو يعني سبحان الله إحنا كبشر طبيعتنا نبغى الأشياء اللي تيجي بسرعة، وخاصة إن إذا كان أطفالنا نبغى شيء يعالجهم، يعني ما نتحمل إن نشوفهم زعلانين ومتوترين. نعم صحيح. لكن في الحقيقة التدخل الغير دوائي حيكون مكثف ومتعب في البداية، وإن شاء الله حيصير يعني نتائجه مثمرة في المستقبل. نعم. الفكرة هي الطبيب رائع، لأنه أقل من 3 سنوات إحنا ما نقدر نقول عنده فرط حركة وشتت انتباه، ممكن نقول أعراض فرط حركة وشتت انتباه، هذا رقم واحد. طفل ما يروح للمدرسة ما حنشخصه فرط حركة وشتت انتباه كشيء أساسي، بنقول أعراض. أيوه. هل التشخيص مهم؟ لا، التشخيص كاسم مو مهم مرة، التشخيص كاسم مهم لنا إحنا كمختصين عشان نتفاهم بيننا وبين بعضنا. بس هل بيفرق إذا أنا قلت إنه فلان عنده ADHD وفلانتان عنده فرط حركة وشتت انتباه؟ لا صراحة ما حد. يعني قصدك إنه هي ما هي فكرة كويسة إني أنا أقول للأبلاء أو للمدرسة؟ لا لا صراحة فكرة ممتازة. لا. طيب النقطة الثانية ممكن تبدين معاه بجدول، ما نقوله لازم لأنه إذا في شوية عناد حيعند عليك. بكل بساطة جدول استيكرات، كل مرة نروح فيها للمدرسة حناخذ استيكرين، استيكر في الصباح استيكر في الظهر، إذا جمعنا استيكرين آخر اليوم حناخذ مثلا آيس كريم، وإذا جمعنا 5 استيكرات آخر الأسبوع حناخذ هدية صغيرة. كل أشياء ممتاز. يعني من أكثر الأشياء اللي ساعدتني أنا قطعت عنه الشجر، الحلويات قطعتها عنه يعني تقريبا 2 يوم شيء واحد شوكليت أو حاجة يعني خفيفة جدا، يعني ما فيها حتى نكهات مواد حافظة أو نكهات صناعية. حاجة تانية كمان أنا بصراحة حتى لنفسي للأمانة ما أعرف ممكن أحد يخالفني الرأي، الأشياء الطبيعية المهدئات الطبيعية زي الشاهي بالأعشاب هذه أنا بسويها له حتى أحطها في الثلاجة يكون كذا طعمها فريش، فمرة بصراحة فرقت معايا للأمانة. أيوة للأمانة فرقت معايا، فبالتوفيق للجميع يعني. وحتى دحين بدأت إنه أنا أوديه حضانة، كانت أول مرة أنا أوديه في حضانة كنت شوية قلقانة، بس ربي لك الحمد والشكر يعني كان يعني متفاعل ومتعاون ما شاء الله بيتكلم وهذا. فأنا قلت يبغى لنا سر، أنا أسف قطعتك، بس يبغى لنا نحفظ معلوماتك ويمكن في المستقبل كذا نسوي جمعة أهالي يعني. والله يا خلاص ابدا وكيف نحفظ المعلومات حقتكم. تواصلي معنا انوار الله يحييكي. الله يسلمك يا رب. الله يعافيك. وفي حاجه يعني بسيطه، في مسلسلات للامانه جدا يعني جدا توعويه وجدا داعمه، وانا للامانه استفدت منها مره كثير. في مسلسل مصري اسمه خلي بالك من زيزي، هو بيتناول هذا الموضوع بشكل اساسي، موضوع الاي دي اتش دي، ماخذين مثال بنت كبيره واتزوج وهذا، وللأسف صارت لها مشاكل جدا كبيرة لأنه الأهالي من مواليد 80s والأهالي ما كانوا واعيين لهذا الشيء، وكانوا يشوفوه مشاغبة وشيطنة وكانوا يتعاملوا معها بطريقة سلبية، وما بين واحدة لسه صغيرة والحمد لله اكتشفوها أهلها وصاروا يتعاملوا معها بطريقة أخرى يعني. فإذا كان في أحد من الأباء والأمهات يعني يحتاجوا دعم، فأنا أنصحهم صراحة يتفرجوا هذا المسلسل لأنه جدا جدا فادني. فشكرا على هذا الوقت اللي أعطيتينه، هو والله يعطيكم العافية. يعطيك العافية رب على مداخلتك، تسلمي. الله يسلمك. ممكن بس مداخلة أخيرة إذا دكتورة نورة حابة، أو أنا أقرأ من مريم. مريم أرسلت شيء. تفضلي دكتورة أفنان، اقرأ اللي عندك. طيب مريم ذكرت عندها طفل عمره 6 سنوات هو في الروضة، مشكلته ما يتكلم، ما يستجيب مع المعلمة مع أنها أخصائية نفسية، ويستجيب مع الأهل بالبيت، كثير الحركة، بس ذكاءه كويس، يفهم ويحفظ القرآن. سوى الاختبار ذكاء وكان 75، شخصه فرط حركة وشتت انتباه، والطبيب قال إن هو ما يحتاج دواء. طيب يعني أنا قاعدة أسمع منك مريم إنه في أعراض فرط حركة شتت انتباه، في نفس الوقت ما يعني في أعراض قلق كون الطفل ما يتكلم مع الكبار أو مع ناس معينة اللي نسميه صمت اختياري، فهذا دليل على القلق. فلو يمكن لو مكاني كان حرجع مرة ثانية للطبيب أو أشوف استشارة أخرى،
وأشرح له النقطة هذه إن الطفل ما يتواصل مع المعلمين الآخرين، أخذ الاستبيان من موقع جمعية إشراق، أعطيه المدرسة، تعبي أنت ووالده الاستبيان، وفي نفس الوقت تعطي المعلمين يعبوا الاستبيان وتروح للدكتور بالملفات هذه كلها. احتمالية كبيرة عمر 6 سنوات حبدأ على دواء، لأنه قلت إنه يتشتت ويسرح ويمل من المراجعة، وأكيد في قلق دم، هو عنده صمت اختياري، فهذا قلق. صمت الاختياري هو اللي احنا نسميه بيبي قلق اجتماعي، فيحتاج الطفل الجلسات كذا علاج سلوكي معرفي انه يخفف من مخاوفه ومن قلقه، وفي نفس الوقت يحتاج دواء للتشتت. طيب مريم، يمكن اذا حابه تتكلمين. السلام عليكم. حتكون هذه اخر استشاره تشرفت. الله يبارك فيك. هلا والله، عليكم من فضلكم. بالنسبة للدواء الريسبيدال والريدون أو الريدون هذا البنفسجي، أنا أعطي ولدي من يوم عمره 7 سنين، بس إني في تو قلتوا عن رائحة البول، بس ممكن معلومات عن هذه النقطة، يعني إذا لاحظت رائحة البول أحل الولدي ولا إيش؟ لا 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 لا، وعنده ريحة في البول يعني. أنا قصدي عندي رائحة في البول، الله يكرمك تودين للطبيب أطفال. أنا قصدي إذا الطفل غير ناطق أو عنده تأخر في القدرات العقلية وما يتكلم، فإحنا شيك. أوكي. مو الدواء. لا، إذا كويس يسوي مشكلة بالدواء. لا يعني ما أعرف صراحة، لا حسب المعلومات اللي عندي، لا ما هو من أعراضهم جانبية. ما هو من أعراض جانبية. الله يعافيكم. طيب الله يخليكم. يعافيك. إحنا بالرياض طبعاً تعرفون هذول الفرط حركة يحتاجون مكان آمن، أصدقاء. ماني عارفة كيف أدمج ولدي عمره 11، كل ما ودي نادي رياضي ولا أي شيء، حتى سبق وقلت للجمعية أي شيء يعني نشاط حركي، لأنه صراحة يحتاج مهم له. اي ما في، لما احنا نقول نشاط حركي فاحنا نحتاج، ولا قاطك، نحتاج نشاط حركي مقنن، يعني شيء منظم زي كاراتيه، سباحه، تايكوندو. ما يقبلون ما يقبلون، والله تعبت، والله ينكسر خاطره اروح لدى المراكز اللي في المدارس الاهليه، اللي ابحث بجوجل، يمكن الى الان عرضت على 6 مراكز ونوادي، بس يشوف المكان ويفرح ويقولون لا ما احنا غير مؤهلين. اذا احد يقدر، هل انت احنا ما يمندفع، بس مسكين يعني يحتاج. هل انت تقولين لهم ان عنده فرط حركه وشد انتباه؟ والله يبان عليه طبعا، تعرف حركتهم ما تكون موزونه. أوكي. يبان، ما ودي اكذب بس ما يبان. لا لا، أنا ما أقصد إنك تكذبين، أنا أقصد إنه ما نقول، يعني تخيلي أجي المركز أهلي وأقول له على فكرة ترى ولدي عنده كذا وكذا وكذا وكذا، أول شيء بيسوونه بيخافون من المسؤولية، وأنا أتفهم بيخافون من المسؤولية. هو اللي يبان عليها التشتت، يبان عليها التشتت، ولا الباقي هين كلش تمام، بس التشتت المعلومة يعني يعيد يقول ها يبان يعني يبان. طب ممكن نرجع للدكتور مرة ثانية ونسوي تقييم آخر. هو الدكتور قال ما يحتاج ولا شيء، والله العظيم قال ما يحتاج ولا شيء، حتى الصراخ وكذا نص ملي خلاص ضبط الدواء، لكن إذا أحد يفيدني على الخاص مكان يستقبلهم الله يخليكم. هو رسام مبدع سبحان الله، في موهبة رسم غريبة ما شاء الله تبارك الله. ممكن الاخوه والاخوات يساعدونك. تخيلي رسم كارفور، ما ادري كاليفورنيا، هذه الابراج رسمها كانك طابعتها طبع، يعني يرسم رسم معقد. طيب مو مفروض انمي موهبته؟ شيء اكيد ما اكيد والله. لكن وين تنمينها؟ ما ادري وين، في الرياض وين؟ خلينا نشوف من الزملاء الاخوه، خلنا نشوف الأخوة والأخوات. والله أي أحد شاف رسماته، حتى الأستاذ عنده في المدرسة قال يعني حرام، هذا لازم يرسم رسم مو عادي والله، وسريع بسرعة يرسم رسمة معقدة وبسرعة عجيبة. الحقيقة إيجاد أماكن لجميع الأطفال صعبة، أنا متفهمة أن إيجاد أماكن الأطفال عموما صعبة، ولما نقول لأحد أن الطفل عنده احتياجات خاصة،
فحيكون في صعوبة أكثر. صح لاحظت. ومن حقهم صراحة لأنهم ما يقدرون يتحملون المسؤولية. لكن يمكن لو الأهالي تجتمعون مع بعضكم وتشوفون مكان مناسب وتشاركون الخبرات حيكون جدا رائع. هذا رقم واحد. رقم اثنين جمعية النهضة من زمان كانت تطلع فأن يعني عفوا تسوي دورات كل فترة فترة. حاليا ما أعرف بس ممكن تتواصلين معهم. ببحث أسألهم. يلا احفظ لك رب. لنولكم. بارك. الله يسعدكم. شكرا. طيب بقى لنا دقيقة فصراحة أعتذر ما حقدر أكمل أخذ أسئلة عشان وقتكم. يعطيكم ألف عافية. أنا جدا شاكرة لكم على الوقت. الشكر لك يا دكتورة على وقتك. شكرا لك على على اللقاء اللي قدمتين لي إياه، المعلومات أثريتينا بمعلوماتك صراحة، وشكرا على إجابتك على أسئلة المتابعين، وإن شاء الله ما يكون أول لقاء لنا في مساحتنا بإذن الله، لقاءات ثانية بإذن الله خلال الأيام الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية، ومتحمسة إنه الأخوة والأخوات يشاركون بعض بالأماكن المناسبة للأطفال، وممكن بعدين خبراتهم بالمراكز والتدخل. أكيد ياليت تحت التغريدة هذه، تحت المساحة هذه مسجلة كتغريدة، ياليت أي أحد يعرف أي مراكز، يعرف أي شيء يفيد الآخرين، أي أحد عنده أي سؤال، ياليت الدكتورة أفنان يعني تجاوبين عليهم، لأنه ما شاء الله طلبات المشاركة كثيرة، لكن للأسف ما أسعفنا الوقت. إحنا بخدمتكم، اكتبوا أسئلتكم تحت هذه التغريدة، وإن شاء الله بإذن الله الدكتورة أفنان ما راح تقصر معنا. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعا، شكرا لوقتكم، شكرا أستاذ أنيبال وجمعية الشرق. شكرا لك، يا هلا وسهلا، استمعتكم الله.